الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا الله أكبر أبو كارو يا كارو يا كارو يا كارو يا أبو عاد الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر يرجع 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 تحية لكم مشاهدينا الكرام. نحن الآن متواجدون في منطقة أم قصة الواقعة في مسافر يطا جنوب الضفة الغربية. كما تشاهدون الآن في الصورة، جيش الاحتلال يقوم بمصادرة عيادة صحية تم وضعها لخدمة المواطنين في هذه المنطقة، وكما تشاهدون حضرت قوة عسكرية كبيرة لمصادرة هذه العيادة الصحية. وهذا هو طبعا، هذه المصادرة أتت بعد عملية هدم لجدران وغرفتين في منطقة بني نعيم الواقعة شرق الخليل، ومن ثم توجهت هذه القوة إلى منطقة أم قصة لمصادرة هذه العيادة الصحية التي وضعت طبعا لخدمة المواطنين الذين يقطنون هذه المنطقة. وطبعا كما تشاهدون الآن بدأ جيش الاحتلال بمصادرة هذا الكرفان الذي كان من المفترض أن يكون عيادة صحية، وهو طبعا عبارة عن يعني كرفان متنقل وهو ليس بالبناء، ومع ذلك تم مصادرته. طبعا أريد أن أشير بأن هذه المنطقة يعتبرها الاحتلال منطقة يمنع فيها البناء، وبالتالي أي تغيير في المنطقة من بناء وغيره يقوم بمصادرة كل المقتنيات كما تشاهدون الآن في الصورة. طبعا سبق وأن نفذ جيش الاحتلال عدد من عمليات الهدم في هذه المنطقة، كان آخرها لمسجد، وهناك تخطير بالهدم لمدرسة أيضا تتبع لسكان هذه المنطقة. طبعا الاحتلال يضغط على الأهالي لترك أراضيهم، وبالتالي يتوسع في استيطانه أكثر، إذ أن هذه المنطقة تشهد بشكل عام كمسافر يطا امتداد للتوسع الاستيطاني بشكل كبير. نعم، كما تشاهدون الآن في الصورة عملية التجهيز لمصادرة هذا الكرفان الذي كان من المفترض أن يكون عيادة صحية يخدم أعداد كبيرة من المواطنين في هذه المنطقة البعيدة نسبيا عن مركز مدينة يطا، وهم بحاجة ماسة طبعا للخدمات الصحية بشكل عام، كون أنهم لا يتمكنون من الوصول إلى مركز المدينة إلا بصعوبة جراء الطرق الوعرة وبعد المسافة. إذن في هذه اللحظات عملية مصادرة العيادة الصحية في منطقة أم قصة كما تشاهدون بحضور عدد من جنود الاحتلال. وأريد أن أشير أيضا بأن هذه المنطقة طبعا تتلقى الإخطارات بشكل مستمر التي تقضي بهدم المساكن البسيطة المكونة من الصفيح وبعض الخيام البسيطة التي تؤوي المواطنين هنا من برد الشتاء وحر الصيف، ومع ذلك يتم هدمها من قبل الاحتلال بشكل مستمر. إذن بالفعل الاحتلال في هذه اللحظات ينفذ عملية مصادرة هذا الكرفان الذي من المفترض أن يكون كما قلت عيادة صحية لخدمة المواطنين هنا. نعم
مشاهدينا الكرام، سنحاول الآن الحديث مع أحد سكان المنطقة، منطقة أم قصة، ليحدثنا أكثر عن ما جرى والاستهدافات المتتالية في هذه المنطقة. يعطيك العافية عم الحاج، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ بخير الحمد لله. تعرفنا عن حضرتك؟ الحمد لله، يوسف طعمات. نعم حج، احكي لنا، هاي من المفترض هذا الكرفان ان يكون عياده صحيه لسكان المنطقه، كيف راح ياثر عليكم؟ نعم، كيف راح ياثر عليكم هذا الاستهداف للمنطقه بمصادره هذه العياده؟ سؤالك عيد. نعم، كيف راح ياثر عليكم كسكان منطقه مصادره هذا الكرفان اللي من المفترض ان يكون عياده صحيه يعني؟ والله هذه العياده كان كنا نقول للاطفال الصغار نطعم فيها اولادنا، فالحين يعني نروح على البلد فوق، يعني مسافة 4-5 كيلو. طريق وعرة. نعم، طريق وعرة، وطريق الحين صيف وقت شتاء وقت، يعني في مأساة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. بس طيب، بيش بتضرع الاحتلال يعني؟ إيش يضرع الاحتلال؟ احتلال بلاد بدون عباد، هذا الاحتلال يعني، هذه همجية يعني، بس على تهجير. نعم، يس، على تهجير العباد من البلاد. نعم. طيب، شو ردكم انتم على الاحتلال في ظل الهجمات المستمره؟ نعم. بالمصادره والهدم، شو بتردوا انتم كاصحاب ارض؟ شو بنرد؟ هل انتم ثابتون في ارضكم؟ نعم ثابتون، كيف نغادر منها وين نروح؟ هم يهدموا احنا نبني ونضل ساكنين. طيب، سبق ان الاحتلال هدم عندكم هان في هذه المنطقه؟ نعم نعم، الاحتلال هذه همجيته، كل وقت يهدم وكل يوم يهدم، مش بس عندنا، في كل انحاء الضفه الغربيه. طيب، شو حجة الاحتلال؟ حجة الاحتلال مناطق سي مثلا؟ ما ندري، لا، حجة الاحتلال، أنا زي ما أنا حكيت كلمة واضحة، الاحتلال بده بلاد بدون عباد. نعم نعم، شكرا شكرا لك عم الحاج، وأنت من سكان هذه المنطقة. طبعا يعني تحدث ضيفي وقال بأن الاحتلال يستهدف هذه المنطقة بشكل مستمر، وهدفه طبعا ترحيل السكان من هذه المنطقة ليتمكن من التوسع الاستيطاني بشكل أكبر. طبعا مشاهدينا الكرام، كل عمليات الهدم التي تجري والمصادرة في مناطق الضفة الغربية بشكل عام وفي مناطق المسافر على وجه التحديد تكون بحراسة مشددة من جيش الاحتلال لمنع طبعا الأهالي من الاقتراب كما تشاهدون، ومنع عمليات المصادرة والهدم، وهذا هو الهدم الثاني منذ صبيحة هذا اليوم، إذ أن الاحتلال هدم غرفتين زراعيتين في بلدة بني نعيم وهدم جدران استنادية، ومن ثم طبعا أتى إلى مسافر يطا وقام بعمليات المصادرة لهذا الكرفان الذي كما قال أحد سكان المنطقة يستخدم كعيادة طبية لعلاج الأطفال، وهذه المصادرة ستؤثر على سكان المنطقة إذ يستدعي ذلك أن ينقلوا أطفالهم إلى مناطق بعيدة نسبيا عن مكان سكنهم ليتمكنوا من إجراء عمليات التطعيم، وهذا ما يثقل كاهلهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها. كما تشاهدون يعني تواجد لجنود الاحتلال ولسكان المنطقة أيضا الذين لا حول لهم ولا قوة، لا. يعطيك العافية حج، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ أنت من سكان المنطقة؟ لا، لي هذا المنطقة طبعا، نستفيد من الصحية، المركز الصحي. نعم، أنتم كنتوا طعموا أبنائكم في هذه العيادة؟ نعم.
طيب يعني مصادرة هذه العيادة شو راح يعمل؟ شو راح يأثر على سكان المنطقة؟ هذا بترحيل للمنطقة، يعني الناس هذا عمار المنطقة عامة، يعني الناس بيستفيدوا منه كل الناس المنطقة. لما يقيموا هيك باعتبار بيرحلوا الناس منه. طيب انتم يعني كنتوا تعالجوا اطفالكم وتطعموهم في هاي العياده، نعم. شو راح يكون البديل حاليا؟ البديل يعني كان الواحد بده يروح على مراكز غير منطقه، يعني بعيده 5 كيلو 4 كيلو 6 كيلو 10 كيلو، يعني بصير يعني منطقه طبعاً. بعيده بندور منطقه بعيده شو. نعم شكرا لك. إذا هدف الاحتلال بشكل عام مشاهدينا الكرام هو ترحيل سكان المنطقة بشكل عام وإحلال المستوطنين مكانهم، ودائما ما يتذرع الاحتلال بأن هذه المناطق مسافة الرياضة هي أماكن لتدريب جنوده وأنها مناطق تصنف سي حسب اتفاقية أوسلو. شكرا لكم على طيب المتابعة. اللهم اخبر ولا العبد، اللهم حرر اسرانا ومسرانا، اللهم حرر اسرانا ومسرانا، اللهم حرر اسرانا ومسرانا. الله يلعن ابوك ويشرح لك، الله يلعن ابوك ويشرح لك، الله يلعن ابوك ويشرح لك، الله يلعن ابوك، الله يلعن ابوك، الله يلعن ابوك انت الكلب، الله يلعن ابوك نبيل، الله يلعن ابوك منصور عباس اللي وقف اهل الجنة، الله يلعن ابوك منصور عباس، الله اكبر ولها حسب الله ويحفظك. كل يشوف فيه بيلو ماي مو شنو يتعلم بيلو ماي جيبوا ماي يا كلب ايش هذا يا ابو انكم ماي والله ماي الله يحفظك هاي قاعده تمونوت ها بيلو ماي خير ايش ماي في سما الله يخلص عليكم الله يخلص عليكم تعال الله ابوك يا اول احفاد قلنا والخنازير احفاد قلنا والخنازير الله اكبر ولله الحمد اللهم حرر الأسرى والبصرة اللهم حررهم الأسود اللي فتوا جنبوا معنا يذبحوا أهل المغزى القايلة تعال الله أبوكم سفرتوا فينا كلنا سفرتوا فينا هذا الشعب العربي زي هذا الشعب العربي يلا يلا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.